أكيد تسأل، وش تأثير مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية على القطاع الرياضي؟ سجل عندك. المشروع راح ينمي الألعاب المختلفة في الأندية ويساعدها على أنها تتميز إقليمياً وعالمياً، وبعد راح يساهم في صناعة جيل رياضي مميز. نجي في كرة القدم، الدوري راح يتطور ويوصل معه إلى قائمة أفضل 10 دوريات على مستوى العالم. ولما نتكلم على مستوى التنافسية، أكيد المشروع راح يزيد التنافس والإثارة بين الأندية في مختلف الرياضات، ومستوى المرافق الرياضية ومنشآت الأندية راح تتحسن وتتنوع،